الحديث اليوم يدور عن خلاف حتى في مبادئ الثورة. الجعفر اتهم روحاني بأنه يخالف لربما هذه المبادئ بالتوسع في النفوذ في الشرق الأوسط. روحاني قال على الأزمة في اليمن بأنه لم تحقق لربما الأهداف المرجوة، بينما جعفر قال بأن لربما الحوثيون يتقدمون في اليمن ويحافظون حتى فيما يتعلق بالمعركة الأخيرة في الحديدة. الخلاف الذي نراه حاليا هو أولا امتداد لخلاف بنيوي داخل الأطر المختلفة للقيادة الإيرانية ليس منذ اليوم، من فترة طويلة جدا، وبالتالي ربما يجب التعاطي معه بأجزاء مختلفة أو بمركبات مختلفة. فيما يتعلق في الموضوع من يحكم البيت داخل إيران، من هو الطرف الأقوى ومن هو الطرف الأضعف، في الهرم القيادي الإيراني حرس الثورة هم الأقرب لولاية للوالي الفقيه للإمام خامنئي، وبالتالي هم الطرف الأقوى، هم الطرف الأكثر مؤدلج، هم الطرف الذي ما زال متمسكا بالمبادئ الأساسية للثورة، مستعد أن يحارب. بالنسبة له الموضوع موضوع إلهي، ليس موضوع بشري، ليس مرتبط بتطورات اقتصادية أو سياسية على الأرض، هو جزء من خطة خلاصية مسيحانية شيء بالرؤية إيرانية معينة. وبالنسبة لروحاني هو عمليا بطريقة أو بأخرى هو ممثل الحكومة الإدارية الإجرائية التي تدير الحياة اليومية للشعب، بالنسبة له أو الأولويات تختلف بالمطلق. ولكن أعتقد هذا من جهة، من جهة أخرى الخطاب الذي قاله أو الذي ألقاه الجعفري، التعابير التي استعملها الجعفري، صحيح أنها قد تخدم روحاني في مفاوضاته مع الأوروبيين عندما يتحدث انظروا أي معارضة قوية وليست معارضة عادية تنتظرني في البيت، وإنما معارضة التي يمكن أن تنهي حياتي السياسية، وبالتالي ربما قد استخدمها ورقة في المفاوضات. ولكن من جهة أخرى أنت تتحدث على المصطلحات التي استعملها الجعفري هي نفس المصطلحات التي خلقت أو زادت من حدة التوتر التاريخي في المنطقة مع وباتجاه إيران، عندما يتحدث في مفاهيم تصدير الثورة، عندما يتحدث بمفاهيم تثبيت الثورة، أنت عمليا تتحدث في المصطلحات التقليدية التي رافقت كل المخاوف السنية في موضوع التشيع في المنطقة، وليس فقط التشيع في المفهوم الديني وإنما أيضا لأهداف سياسية وعسكرية واقتصادية. وبالتالي خطاب الجعفري وخطاب مهم في أكثر من مستوى، داخلي، إقليمي، خارجي، وربما النقطة الأهم هي النقطة التي حملها نوع من التهديد. حتى هذه اللحظة نحن لا ننتج صواريخ تصل إلى أوروبا، ولكن باستطاعتنا أن نفعل ذلك. نعم سيد إلداد.